اللي حصل واللي جرى ان في هدف للنادي الاهلي سجله بيرسيتاو اللي هو احتسبه تسلل. الاستاذ كابتن سمير عثمان المحلل الرسمي في قناه اون سبورت اللي هي صاحبه الحقوق في الدوري واللي عندها اجهزه بتشتغل بجهاز اسمه جهاز البييرو، جهاز البييرو ماشي، ده امر في التلفزيون لكن مش هو على نفس تقنيه الفار. لكن الناس لما حققوا وعدلوا لقوا استخدم الامور دي في ثلاث طرق. انا جايب لك نص التحقيقات واللي جرى، في ثلاث طرق لتحديد التسلل، السنجل لاين والدبل لاين والترانجليشن. الراجل راح للاكثر دقه وهما الدبل لاين والترانجليشن، والترانجليشن ده اعلى حاجه لانه بيشتغل على كامرتين اتنين مش على كاميرا واحده عشان يثبت يتاكد. قال لهم انا بعمل ايه، عندكم الحوار مسجل، الحوار بتاع الحاله دي مسجل اللي هو ايه، هنشتغل على كذا، خد النقطه كذا، اعمل كذا. ده بيبقى اوردر للاوبريتور اللي هو الفني اللي موجود معاهم، مش هو اللي بيحط النقطه بايده زي ما قال كابتن سمير عثمان، لا ده اللي بيحط النقطه هو الاوبريتور اي الفني. قال لك اقرب نقطه لخط المرمى ايه، بنعمل خط تخيلي افقي وخط راسي، وبنعمل اخر جزء في جسم اللاعب ايه، في الهواء مش على الارض. وانت بترسم الخطوط ما انتش عارف نتيجه رسم الخطوط ايه، وانت بترسم الخطوط التخيليه ما بتبقاش عارف نتيجه الخطوط ايه، ثم بتيجي في الاخر وبتعمل انتر او بتدوس اوكي تظهر لك النتيجه. قال النتيجه اللي ظهرت لي في الدبل لاين كانت الهدف تسلل. قلت له يا احمد يا غندور، وده مسجل وده في الفيديو اللي راح لي لجنه الحكام وشافته، واللي هشوفه بكره ايضا جلاتنبرج الحكم الانجليزي اللي هيبقى مسؤول عن التحكيم في مصر. قال له استنى ادى التسلل، استنى اجرب الطريقه الثانيه اللي هي طريقه الترانجليشن. ما مشي بالترانجليش، الترانجليشن ديت عملها برضه نفس الفكره، خد كل اجراءاته وكل حكاياته وده مسجل بالصوت والصوره، فطلع الهدف تسلل. قال لهم انا تحاسبوني على حاجه، انا غلطت في تنفيذ الاجراءات اللي هي بتقول ان انا اخدها. قال لك لا ما غلطتش. طيب الحلقه قدامكم، عاوزين تشوفوها وتشتغلوها انتوا، حطوا انتوا النقط واشتغلوها وروني النتيجه. يعني هو الحاله انت عملتها وظهرت النتيجه، ما زالت الحاله موجوده يقدر اي حد تاني يشتغلها، وتحط الخطوط النقاط اللازمه وتاخد خطوطك عليها وتشوف النتيجه ايه في الاخر. فقال لهم يعني لو انا اخطات قولوا لي، لو انا حطيت النقطه غلط زي ما بيقول الكابتن سمير عثمان وعرفت ان في حوار تليفوني ناري دار بين محمود عاشور وسمير عثمان، قال له انت بتتكلم في ايه، انت عمال تقول لي البييرو في التلفزيون مش البييرو، انت ما عندكش التقنيه دي ولا اي حد عنده التقنيه دي، ولا انت اشتغلت عليها ولا تعرف انا حاجه، عاوز تحاسبني تعال اشوف التقنيه دي بتشتغل ازاي واستخدمها واللي يطلع انا موافق عليه. قال له انا ما انا حاكم للنادي الاهلي، خلي بالك من المعلومه اللي جايه، حاكم للنادي الاهلي طوال تاريخي في الدوري الممتاز 34 مباراه، الاهلي لم يخسر مع محمود عاشور الا مباراه النادي المصري فقط هذا الموسم اللي كان برضو فيها اخطاء تحكيميه وعدم احتساب ضربه جزاء للنادي الاهلي ماشي. فقال للناس في لجنه الحكام محمود عاشور ان كل حاجه عندكم وشوفوا انتوا تعملوا ايه. الناس شافت كل الامور ديت وشافت الحالات ديت واشتغلت عليها وقالوا خلاص انت بقى شوف اللي بيحصل عندك واللي بيجرى عندك، وانا اهو انا اخدت النقطه بالشكل الفلاني، عملت اموري بالشكل العلاني، فبالتالي لو انا اخطات في التطبيق قولوا انت اخطات. تاني حاجه الحاله عندكم، لو انا طلعت غلط في اجراءاتي اكتب اعتذار واقر ان انا عملت شيء غلط لي في اداره في 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 الموضوع ده في تنفيذ او في العمل مع هذه الحاله. فالكلام ده حصل تاني يوم المباراه مباشره، وتم عمل فيديو ماشي، والنهارده حصلت حوارات اخرى مع السيد رئيس الاتحاد المصري لكره القدم كابتن عصام عبد الفتاح وكابتن سيد مراد وكابتن تامر دري في اجتماعهم مع الاستاذ جمال علام، قالوا له كل ما دار مع محمود عاشور، وقالوا له قناعتهم الشخصيه ان الهدف تسلل وفقا لتقنيه الفار، وفقا لتقنيه الفار. كلام بقى اللي بيتقال
حوالين ان هو واخد اوامر ومش اوامر وكلام من ده، ده كلام ناس معاتيه ومجانين ما ينفعش ارد انا عليه. فاللي بيكتبه لي بعد اذنك ما تكتبهوليش، لان انا بقول لك تفاصيل ما جرى في التحقيق. انا بقول لك تفاصيل ما جرى في التحقيق، ما بقولكش راي الشخص. راي الشخص بالعين المجرده شايفه جوه وقلت الكلام ده، لكن انا بقول لك اللي جرى في التحقيق. محدش قاله في مصر، لا قناه فضائيه ولا اذاعيه ولا موقع. انا لما بتاخر ببقى بجيب شغل، بجيب حاجه فيها تميز، بقعد ادادي ده وادادي ده واخد معلومه من ده واخد معلومه من ده لحد ما وصلت لكل النتائج. فبقول لك تفاصيل حوار اللي جرى بهذا الشكل. ومحمود عاشور لن يتم ايقافه. ليه؟ الناس الحكام شافوا ده، وهذه الحاله سوف تعرض على كلاتنبرج غدا، يشوف تطبيقها ايه، الراجل اخطا في التطبيق ولا لا. ولو ما اخطاش بشهاده كلاتنبرج هيلعب، مش هيتوقف، هيلعب ومش هيتوقف. انا بقول لك اللي جرى في الغرف المغلقه انا شايفها جول. انا بقول لك اهو، انا عيني دي شايفها جول سليم 100%، وقلت الكلام ده بعد المباراه. لكن بقول لك اللي جرى في الغرف المغلقه اللي بناء عليها هيتخذ قرارات سواء بايقاف محمود عاشور زي ما طلب النادي الاهلي ده او عدم ايقاف، ولسه اجي لك على طلبات النادي الاهلي. لكن اللي دار في الغرف المغلقه اللي انا بقول لك عليه، ان الناس رجعت الحاله، عصام عبد المنعم وتامر دري وسيد مراد وعلى الاي تي فريد، ماشي، تاني يوم المباراه والنهارده حصل اجتماع بين عصام عبد الفتاح وجمال علام رئيس اتحاد الكوره، واكد عصام عبد الفتاح ان قرار محمود عاشور سليم 100%. وقال له كده، قال له كل الزلنطحيه اللي بيطلعوا على الشاشات وقالوا انها غير صحيح، لا يمتلكوا ادوات اثبات عدم صحه قرار محمود عاشور. قال له اقصى حاجه عندهم البيير، اقصى حاجه عندهم البيير، ده حاجه تقنيه في التلفزيون، ماشي، وموجود فين؟ في اون سبورت بس وفي بين سبورت طبعا، ماشي. لكن هو قلت له اللي مصدري، بقول له طب ماشي، كابتن سمير عثمان قاس هنا مش عارف 148 وهنا 51، قال لي ماشي، كابتن سمير عثمان قاس، قلت له اه، قال لي انا هو بيتكلم في 2 سم، قال لي اه، قال لي مش وارد قياسه يبقى غلط، قلت له وارد قياسه يبقى غلط، احنا ما عندناش ملائكه، ده امر بشري. قال لي طيب انا اللي شفته نتيجه التحقيق مع محمود عاشور ان الهدف غير صحيح بالمره. انا بقول لك اللي حصل ليه، لان ده يستتبعه قرارات اخرى من الاتحاد المصري لكره القدم، ماشي. قال لي طيب مش سمير عثمان اللي انت بتكلمني عليه برضه، بكلمه ليه على سمير عثمان؟ لان هو اللي عنده اللقطات وبيعيدها قدامنا فبنشوفها، وكابتن جهاد جريشه طبعا، لكن الباقيين ما عندهمش، عندهم صور بيحطوها او انطباعات زينا، بس هم يمتازوا عننا بالخبر. فقال لي طيب مش في ركله جزاء لفاركو؟ سمير عثمان قال كده، قلت له اه، قال لي ما بتتكلمش فيها ليه؟ قلت له والله اتكلمت يا سيدي، قلت ان سمير عثمان قال كذا، ان في ركله جزاء لفاركو لم تحتسب. قال لي طيب هدف القرار الغاء سليم وفقا للي احنا شفناه. قلت له طب انت عاوز تقول ايه في الاخر؟ قال لي عاوز اقول في الاخر ان الاخطاء وارده وليست متعمده، وان محمود عاشور الذي يتهم النادي الاهلي بان هو ضده وان هو زملكاوي وان هو حبيب مرتضى وان هو بيانجش مرتضى وبيخرجوا سوا، محمود عاشور ادار للنادي الاهلي 34 مباراه، كسب الاهلي 33 مباراه وخسر مباراه واحده فقط وهي مباراه النادي المصري، او بالاحرى وارد يبقى تعادل. قال لي ما خسرش مباراه النادي المصري من ال 34 مباراه. قلت له طيب ماشي، لايك وشير وصلي على سيدنا النبي الزين وادعي لنفسك.